السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومات جديده معانا النهارده. بنك اسئله على الوحدات الاولى والثانيه، مراجعه مهمه جدا على مناهج شهر اكتوبر. المراجعه هتشتمل مجموعه من الاسئله والتدريبات من كتاب جيم الاضواء. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض. بيج 97، صفحه 97 من كتاب جيم. السؤال الاول، كومبليت ذا فولوينج دايلوج، اكمل المحادثه. طبعا عشان احل المحادثه صح اقراها مره واتنين، افهم فكرتها وابدا احل. والجمله اللي قبل المحادثه مهمه جدا. حسن is asking Nancy about her last holiday. حسن بيسال نانسي عن اخر اجازه ليها. حسن بيقول where did you go for a holiday last year؟ رحت فين لقضاء الاجازه السنه اللي فاتت؟ قالت له اجابه لها why did you choose new عالمين؟ ليه اخترتي مدينه العالمين الجديده؟ يبقى اكيد هنا يو طبعا تحول لاي، وديد وجو تبقى وينت، يعني الاجابه في الماضي. I went to new عالمين. أنا رحت لمدينة العالمين for my holiday، لقضاء أجازتي. ليه اخترتيها؟ قالت له إجابة How long did you stay there؟ قد إيه قعدتي؟ قالت له إجابة سؤال I went to new العالمين with my family، رحت مع عيلتي. سؤال إجابته We went there by bus، رحنا بالأتوبيس. يبقى هنا ليه اخترتيها؟ دي بقى سؤال مفتوح، يعني مش محدد الإجابة في أي جملة من جمل المحادثة. ممكن أقول because it has، لأن لديها beautiful beaches، شواطئ جميلة. and good weather، وطقس جيد. how long did you stay there؟ قد إيه قعدت هناك؟ أو قد إيه قعدتوا؟ We stayed there for 2 weeks مثلا، لمدة أسبوعين. سؤال إجابته I went to new العالمين with my family، رحت مع عائلتي. يبقى رحت مع مين؟ يبقى هو مع من؟ Did you go with؟ سؤال إجابته We went there by bus، رحنا بالأتوبيس. يبقى إزاي رحتوا؟ How did، دي هنا عشان الجملة في الماضي. How did you go there؟ النموذج التاني لسؤال المحادثة. Rana is asking Hadir about her favorite sports star. Rana بتسأل هدير عن نجمها الرياضي المفضل. Rana بتقول Who is your favorite sports star؟ مين نجمك الرياضي المفضل؟ هدير قالت إجابة What sport does Hana Goda play؟ يبقى هنا اختارت هنا جودة. بعد كده قالت لها هنا جودة بتلعب إيه؟ قالت لها إجابة سؤال إجابته she plays for الأهلي، بتلعب لفريق الأهلي. سؤال إجابته yes she won a lot of prizes، أيوه هي فازت بالكثير من الجوائز. do you want to be like her؟ عايزة تبقى زيها؟ أكيد أه. يبقى who is your favorite sports star؟ ما ينفعش أجاوب أي إجابة، على حسب الإجابات أو المحادثة بحدد إجابتي. يبقى my favorite sports star is هانا جودة. What sport does هانا جودة play؟ بتلعب ايه يا ترى هانا جودة؟ هقول she plays table tennis، بتلعب التيبل تنس. طبعا خدناها she plays، خدنا قطعة كاملة عن a rising star، نجم صاعد، وكان هانا جودة. فطبعا الباراجراف ده مهم جدا. انه فريق بتلعب له الاهلي؟ يبقى which team، which team اي فريق، هنا في اس يبقى does she play for الاهلي. سؤال اجابته yes she won، ايوه هي فازت. يبقى did she win، هل هي فازت ب any prizes، باي من الجوائز؟ ايوه فازت بالكثير من الجوائز. do you want to be like her، عايز تبقى زيها؟ طبعا yes I do. السؤال التاني choose، اختار. Then what helped the team improve their skills؟ من اللي ساعد الفريق يحسن مهاراتهم؟ كوتش، المدرب. Did you notice the new painting on the wall؟ يعني هل لاحظت اللوحة الجديدة اللي على الحيطة؟ يبقى نوتس، يلاحظ. Dad Abby not the broken toy، يبقى صلح اللعبة المكسورة. So I could play with it again، عشان ده أقدر ألعب معاها تاني. يبقى repaired، صلح. Then what was dark and full of dead bodies؟ مظلم ومليء بالأجسام الميتة، اسمه كاتاكوم، اللي هو سرداب الموتى. رانا has read notebooks this summer،
She reads many books. يبقى أنا قرأت الكثير أو العديد من الكتب. يبقى several books this summer. She reads many books. قرأت الكثير من الكتب. Page 98 صفحة 98. أماني وور a golden knot round her neck. لبست أماني إيه؟ ذهبية حول رقبتها. أكيد لبست عقد. يبقى نكليس هنا بمعنى عقد. نكليس هنا بمعنى عقد. غدا is going to not married. غدا هتتجوز to Mr. Adam next month. يبقى get married. Get married ستتزوج. My mom asked me. أمي طلبت مني to not the sugar from the kitchen. To fetch. إن أنا أحضر السكر من المطبخ. The birds اتيور. نقط in the trees yesterday. يبقى yesterday امبارح عايز فعل في الماضي. يبقى sang. هي sang. الماضي بتاعها sang. فيسترداي بختار sang. غنت الطيور أو غردت الطيور على الأشجار بالأمس. Not you finish your project last night. Last night اللي هي اللي فاتت يبقى ماضي تبقى ديت. He not went to the cinema on Mondays. He had lots of work. هو عنده الكثير من العمل. يبقى راح ولا ما راحش؟ أكيد ما راحش. يبقى he never went. عمره ما ذهب للسينما أيام الاثنين. بيبقى عنده شغل كتير. Will you not me to school? Dad, will you والمصدر. يبقى drive. Will you إيه والمصدر. The not football team did well yesterday. عايزه فريق كرة القدم المدرسي أو school. ما حطش هنا أبوستروفي ولا أي حاجة. The school football team فريق كرة القدم المدرسي أدى بسرعة جيدة امبارح. Not clothes are usually more expensive than men's. يبقى عايزه ملابس النساء غالبا أغلى من الرجال. أقولها إزاي؟ أقول women's. ليه يا مستر women's؟ رغم إن هي جمع عشان أصل الكلمة women نساء فحطينا الأبوستروفي اس عشان الكلمة ما فيهاش اس. يبقى لو الكلمة بدون اس حتى لو هي جمع عادي جمع غير منتظم بحط لها أبوستروفي اس. يبقى ملابس النساء. مايا جوز تو سكول. مايا بتذهب إلى المدرسة مع أخوها. يبقى with her brother مع أخوها. هير هنا عايد على مايا صفات ملكية. We have a dog. عندنا كلب اسمه. اسمه صفة ملكية تبقى its name is Bancho. السؤال التالت صحح. They visited their relatives. زاروا أقاربهم هتبقى last weekend. عدة نهاية الأسبوع اللي فاتت. مازن didn't بيوها المصدر بلاي. ملعبش باسكتبول. I always went shopping. I don't like shopping. لا أحب الشوبينج. يقول I never went shopping. عمري ما ذهبت للتسوق. She take often photographs of nature in the past. طبعا هنا عايز جملة في الماضي البسيط. She often take أخليها took. أخليها took. يبقى هنا ظرف التكرار ثم الفعل الأصلي. وليد's twins name is Mazen. طبعا وليد twins. Twin كده أبوستروفي اس. يعني توأم وليد اسمه مازن. التوأم هنا جاي مفرد. يبقى وليد twins name is Mazen. Will you be your master? Will you help me with cooking summer? ممكن تساعديني في الطبخ يا سمر. جودي lost she book. لا فقدت her book كتابها. Was your grammar book expensive? طبعا هقول was your grammar صفة ملكية. هل كتاب الجرامر بتاعك غالي؟ Who bag is this? لا whose bag is this? ملك من؟ هذه الحقيبة. You can give me your book أيمن. هقول له can you, ده سؤال أو طلب. Can you give me your book؟ كده يبقى خلصنا بنك أسئلة على الوحدة الأولى والتانية. الامتحان غالبا هيجي اختياري وتصحيح. فنتدرب على أهم الأسئلة. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.